الآن مع الصفحة 16، نحن الآن مع الصفحة 16 من كراسة النشاطات. نبدأ في إنجاز التمارين. في الحقيقة كاينة فكرة القاطرات والعربات. فكرة القاطرات والعربات فكرة الفويل والكونسون. عندنا العربة والقاطرة. العربة نختار منها مثلا هنا تي، والكونسون او تكون تو. راح نكون عربة وقاطرة. كيف يخرج الصوت من الحنجرة والفم؟ يخرج الصوت من الحنجرة والفم إذا اتحدت قاطرة وعربة. هذه حيلة نتعلمها اليوم. الحيلة ما هي؟ العربات سنختار من العربة حرفين لهذا اليوم. نختار الدي فقط، حرف الدي وحرف التي. العربتنا لهذا اليوم ستكون فيها التي والدي فقط. وقاطرتنا لهذا اليوم سيكون فيها دو فويل. هناك الكثير من الفويل، هناك التشكيل، هناك أنواع كثيرة. في الدروس القادمة سنوضح ذلك. هناك التشكيل بحرف، هناك التشكيل بحرفين، وهناك الفكرة ما هي؟ أي نأخذ تشكيلين لهذا اليوم. اليوم عندي تشكيلين، عندي الأ والإي، هادو زوج، هادو في العربة. والقاطرة عندي حرفين اللي هما التي والدي بهذا الشكل. واش راح ندير حنايا؟ راح ندير ندو عربة وقاطرة. كيفاش ندير؟ ندير هكذا مثلا، هكذا العربة الأولى والقاطرة الأولى. هذه فكرة في الشرح موجودة. وراح نشوفو تي أ. التي من هنايا والأ من هنايا، وتقرا ت بهذه البساطة. نرجع لنص التمرين. سيكونس دو، المقطع الثاني. جيكري اي جولي، اكتب واقرا. هذه ان تيتين، ان تيتين. جيكوت اي جونتور تو تي. في الحقيقة الفكرة ما هي؟ هي أنها كاينة تي وكاينة تي. تي التي والأ أكسون، وكاينة تي والإي. المطلوب هو البحث عن تي أ وتي إي، ليس المطلوب هو تي إي، ولهذا اختاروا هذه الكلمة إن تي تين. إن كارت، إن بوات، إن تيليفزيون. تيليفزيون. إذا تي إي تي أ. بالنسبة للتمرين الثاني، نفس التمرين ولكن مع قاطرة وعربة أخرى. معناها مع، إذا موش راح الداو التي والأ والداو التي والإي. الآن واش راح ندو؟ راح ندي الدي والأ
والدي والاي. التمرين الاول تي او تي اي، والتمرين الثاني دي او دي اي. نبحث عن السيلاب دي او وعن السيلاب دي اي، هل يسموه سيلاب؟ إذن الفكرة ما هي؟ أن هذا وهذا يعطيك سيلاب، يعطيك سيلاب، هذا السيلاب هو تي أ، هذه الفكرة، هذه التسمية، هذه فكرة العربات والقاطرة، هذه العربات والقاطرة، هذه طريقة يشرح بها التي والأ. هذا السيلاب تاع التي والأ من أين يتكون؟ يتكون من لي فويال ولي كونسون. لي فويال هي الحروف اللي يشكلوا بها، ولي كونسون هي الحروف الساكنة كما عندنا في العربية التاء والدال، وهذه الفتحة مثلا تاء فتحة، التاء في العربية شكلها تنوين وشكلها كيف تشكل حرف التاء، كيف نشكله تا تو تي تن تن تا تي، هذه أشكال مختلفة. إذن الحروف الساكنة موجودة في الأعلى في العربات، والحروف المتحركة موجودة في القاطرات، يسموها طريقة لي فاغون كما قلنا منذ قليل، لي فاغون اي لوكوموتيف، هذه الطريقة. نواصل مع حل التمرين. التمرين ينتقل إلى السيلاب الآخر، يقول لك ابحث لي على السيلاب دي او ودي اي. ان دي une sardine. كاين دي اي، دي اي ليست دي اي. اذا هناك لي فويال اي وكاين لي فويال اي، هذا اي لا يوجد هنا لا هذا ولا هذا. incommode هذا بالنسبة للتمرين الثاني. نمر إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث يعطيك حرف ساكن. j'écris des syllabes de deux lettres. أكتب المقطع الصوتي من حرفين. كاين مقطع صوتي بثلاث أحرف، بأربع أحرف، ليس موضوعنا لهذا اليوم. اليوم الفكرة بسيطة، تي أ و تي اي، نكتب هنا يا تي او تي اي بهذه البساطة، نكتب تي او نكتب تي او ونكتب هنا يا تي اي تي اي تي او و تي اي فقط، هذه الفكرة. ندي العربة قاطرة والعربة قاطرة كما كنا نقول منذ قليل. هنا ندي تي او تي او ندير بها سيلاب، و تي اي ندير بها سيلاب، كيف كيف هنايا، هنايا تي او وهنا تي اي، وهنا كيف كيف مع نفس التمرين. جيكري دي سيلاب دو دو لتر، اكتب مقطع صوتي بحرفين باستعمال الحروف هذه. اذا لا كونسون، لو كونسون هو دي، ولي فويال هما الاو والاي. كيف أكون السيلاب؟ أكونه من كونسون وفويال الأول، ولا كونسون والفويال الثاني، هذا واش كاين بهذا الشكل. التمرين الثالث كان السيلاب تي او تي اي، والتمرين الرابع كان دي او دي اي. التمرين الأخير جو ركوبي تي او دي او، جو ركوبي تي او دي او. إذا ما واش راح ندير؟ راح ندير كوبي كولي تي او هنا، ودي او هنا. فقط لاباج 16، 16 انتهت الصفحة.